130 vies arrachées. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. إطلاق العسكريين المخطوفين لدى النصرة خلال ساعات مقابل الإفراج عن عدد من سجناء روميا. إننا نعلن تأييدنا لأي تقارب أو انفتاح بين القوى السياسية. حركة اتصالات ومشاورة تبحث التسوية الرئاسية الشاملة ومواقف مؤيدة وداعمة للخطوات. التوتر التركي الروسي يتصاعد وموسكو تنشر المزيد من القطع العسكرية قبالة اللاذقية. صباح الخير. قفز ملف المخطوفين العسكريين إلى واجهة الاهتمامات في ظل معلومات أكيدة عن قرب إطلاق المحتجزين منهم لدى جبهة النصرة بعد سنة وأربعة أشهر على اختطافهم. الاستعدادات التي تسارعت أنجزت تماما لإتمام الصفقة التي تشمل العسكريين 16 الرهائن لدى النصرة دون 9 عسكريين آخرين رهائن لدى داعش. واللافت في هذا السياق أن معلومات ترددت ليلا عن هدنة ستسري ابتداء من ظهر اليوم في منطقة القلمون السورية لفترة 48 ساعة، وقد ربطت باحتمالات التهيئة لعملية التبادل التي يفترض أن يتولى تنفيذها الأمن العام اللبناني. ويتزامن ذلك مع إرجاء رئيس الوزراء تمام سلام سفره إلى باريس للمشاركة في قمة المناخ من اليوم إلى غد عقب لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. لكن اللواء إبراهيم سارع إلى الإعلان أن الأمور لم تصل إلى خواتمها في ملف المخطوفين العسكريين، متمنيا سحب الملف من التداول الإعلامي لئلا يؤثر على هذه القضية وعدم إعطاء جرعات تفاؤل زائدة. صحيفة النهار ذكرت أن التحضيرات لعملية التبادل بدأت بعد ظهر أمس بإخراج مجموعة من السجناء الإسلاميين في سجن رومي قدرت ب15 سجينا معظمهم سوريون إلى لبنانيين اثنين، وبين السجناء 5 نساء هن سجاد دليمي وجمان حميد وسمر الهندي وليلى النجار وعلاء وعلا عفوا العقيلي، وعشرة رجال عرف منهم محمد رحال ومحمد يحيى ومحمد عياش وإيهاب الحلاق وعبد المجيد غضبا، ونقلوا في سيارات الأمن العام إلى المركز الرئيسي للمديرية في بيروت، كما أفيد لاحقا عن توجه موكب من سيارات الأمن العام إلى ظهر البيدر في اتجاه الحدود السورية. وفي وقت طغت تطورات ملف المخطوفين العسكريين على المشهد الداخلي، فإن ذلك لم يحجب الاهتمام بالتسوية الرئاسية التي حضرت في اللقاءات ومواقف عدة صدرت عن عدد من الأطراف. تقرير ربيع شنطف. حركة مكوكية لمختلف الأطراف السياسية لا سيما المسيحية منها، وذلك للبحث في مسألة التسوية الرئاسية. هذه الحركة ترافقت مع مواقف أيدت التقارب السياسي بين القوى المتخاصمة، بينها موقف لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام خلال افتتاحه معرض الكتاب في لبيال. إننا نعلن تأييدنا لأي تقارب أو انفتاح بين القوى السياسية، ونؤكد أن الأولوية القصوى في أي نقاش أو صيغة تسوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية. ومن معراب ألقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلمة مقتضبة أكد فيها أن لبنان أولا، يعني 14 أذار أولا. 14 أذار أولا يعني عدم القيام بأي خطوة إلا إذا كانت تخدم مبادئ وأهداف 14 أذار. وفي بنشعي كانت لافتة زيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان ريتشارد جونز للنائب سليمان فرنجي، وقد حضر لقاء وزير الثقافة ريمو عريجي ونجل فرنجي توني. أجواء لقاءات باريس وتداعياتها على الساحة السياسية الداخلية حضرت أيضا في بكفية، حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري،
وعلى منبر الرابي برز كلام للوزير السابق سليم الصايغ، دعا فيه إلى تلقف كل المبادرات بما في ذلك مبادرة باريس. أكدنا على أنه الحركة اللي عملتها لقاءات باريس لربما أنه تتسمر إيجابيا، نحن من وجباتنا نتلقف كل المبادرات. رئيس الحزب الشيخ سامي الجميل أعلن على طاولة الحوار مواصفات الرئيس اللبناني اللي لازم يكون حكم قادر أنه يحتكم إلى الدستور ويكون مؤتمن على الثوابت اللي من آمن فيها، لسيما هي ثوابت السيادة والحرية والاستقلال. واستكمالا للمشاورات التي بدأها وفد حزب الكتائب، من المقرر أن يزور الوفد جعجع في معراب السبت. صحيفة المستقبل قالت إن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون يشترط مقابل موافقته على التسوية المطروحة حصوله على ضمانات انتخابية من خلال مطالبته بمعرفة ماهية قانون الانتخابات النيابية الجديد الذي ستشمله سلة التسوية. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر عونية للمستقبل أن الجنرال يتعامل مع مسألة قانون الانتخاب كمسألة أساسية في اتخاذ الموقف من المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، مستطردة بالقول بطبيعة الحال لابد من أن يصبح طرح تبني ترشيح فرنجي للرئاسة رسميا وعلنيا أولا لكي يبنى على الشيء مقتضاه. إلى ذلك أكد الوزير سليمان فرنجي أمام زواره عدم استعداده للخوض في ملف قانون الانتخاب وتحديد موقفه منه راهنا. وأشار لصحيفة المستقبل أن فرنجي يتعامل مع الشروط المسبقة حيال مسألة تبني ترشيحه باعتبارها تجسد رفضا مقنعا لهذا التبني على قاعدة أن الشرط المسبق يوازي الرفض المسبق بالنسبة له. وعصر اليوم يرأس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط اجتماع اللقاء الذي أرجئ من موعد سابق، ومن المنتظر أن يعلن على أثره موقفا محددا من مسألة التسوية الرئاسية المطروحة. إلى ذلك أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الرئيس سعد الحريري يعان ولا يدان في مبادرته لإنقاذ لبنان. كلام الحريري جاء خلال رعايته حفل عشاء دعما للائحة المرشح لمركز نقيب الصيادلة جورج صيلي التوافقية. لا يزايدن أحد على تيار المستقبل بأي جهد يقوم به لأجل لبنان، وهو الذي خسر الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل وحدة البلد وحريته واستقلاله. الكلام للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال رعايته حفل عشاء في فندق رامادا بلازا للصيادلة عشية انتخاباتهم النقابية والتي سوف تخاض بلائحة توافقية. باسم الرئيس سعد الحريري بدنا نبارك لصيادلة لبنان بهذا التوافق اللي عم بيصب حتما بمصلحة النقابة. بركي بيكون فاتح الخان، ببلش زمن التوافقات على لبنان للبنان بأمس الحاجة له، والوصول إلى تسوية وطنية جامعة تحت سقف اتفاق الطائف تنتهي الشهور الرئاسي تنحط حد التعطيل التمادي للمؤسسات. يوم الرئيس سعد الحريري باعتداله وحديثه الشجاع عن التفاهمات بينعام وما بيندان، مثل اي سياسي عم بفتش عن حلول، لانه ما بقى قدام اللبنانيين الا خيار واحد هو الذهاب لهيدي التفاهمات الشجاعه بتعطيل مفاعيل التعطيل الموجود اليوم اللي عم يتحول قنبلة موقوتة ممكن تفجر بأي لحظة، واللي فيها اللبنانيين عم بيتفرجوا على البلد كيف عم ينهار، أو عم بيهاجروا بالبحر ويموتوا، أو هن عبواب المستشفيات، وكمان ما ننسى أزمة الزبالة لأجل مؤخرا. وخلال الحفل ألقيت كلمات عدة، بينها كلمة لنقيب الصيادلة ربيع حسونة الذي قال إن المرشحين في انتخابات نقابة الصيادلة هذا العام مجموعة مهنية لها برنامج موحد، فيما شكر المرشح لمركز النقيب الدكتور جورج صيلي تيار المستقبل على دعمه للصيادلة. كما أشارت مرشحة تيار المستقبل لعضوية مجلس النقابة سهى سنو إلى تطور النقابة في عهد النقيب حسونة. بعد الفصل تتابعون.
قصف روسي عنيف على جبل التركمان بعد تقدم المعارضة. أهلا بكم من جديد. التوتر وتبادل الاتهامات بين روسيا وتركيا حول إسقاط طائرة المقاتلة الروسية متواصل. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر موسكو من اللعب بالنار في وقت تصر الأخيرة على ضرورة اعتذار أنقرة. الحرب الكلامية بين أنقرة وموسكو على خلفية إسقاط الطائرة الروسية تتصاعد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر روسيا من اللعب بالنار في الأزمة القائمة، وقال إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولوند في موسكو بشأن الحادث غير مقبولة، مؤكدا أن بلاده لم تتعمد إسقاط الطائرة وأن عملية الإسقاط جاءت كتنفيذ تلقائي لقواعد الاشتباك. وبشأن تجارة داعش للنفط، وجه أردوغان اتهاما مماثلا لموسكو بقوله إن لدى الولايات المتحدة أدلة موثقة على أن شركات روسية وداعش يبيعان النفط للنظام السوري. وفي الجانب الروسي، اشترطت موسكو تقديم أنقرة اعتذارا رسميا عن حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا قبل أيام للرد على محاولات الاتصال المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمسؤولين روس وعلى رأسهم الرئيس بوتين. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن رفض بوتين التواصل مع الرئيس التركي مرده إلى رفض أنقرة الاعتذار عن إسقاط القاذفة الروسية. وأعلن أن الكرملين تلقى طلبا من أنقرة يتعلق باجتماع محتمل بين الرئيسين خلال قمة المناخ في باريس. بدوره، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تركيا تخطط الحدود بإسقاطها القاذفة الروسية وتخاطر بوضع تركيا في موقف صعب جدا على المدى الطويل فيما يتعلق بمصالحها الوطنية. وأعلن لافروف أن بلاده ستوقف العمل بنظام إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أراضيها اعتبارا من بداية العام المقبل. وأضاف الوزير الروسي: لدينا المزيد من الشكوك عن نشاط أنقرة والتزامها الحقيقي باستئصال الإرهاب. وفي خضم التوتر السياسي، وصل طراد موسكو المجهز بمنظومة فورت للدفاع الجوي المشابهة لمنظومة S-300 إلى سواحل المدينة اللاذقية، حيث سيرابط لحماية الأجواء السورية من الطيران، ويمتلك الطراد صواريخ S-400. في الداخل السوري، تشهد منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والثوار في وقت أغارت المقاتلات الروسية بعنف على مواقع الجيش الحر في منطقة باير بوجاق قرب الحدود التركية السورية. تمكن الثوار من استعادة السيطرة على جبل زاهية بعد معارك عنيفة مع كتائب الأسد وعناصر حزب الله ومسلحين آخرين من طرف، والمعارضة السورية والحزب الإسلامي التركستاني من طرف آخر في محور الكنديسية، في وقت تدور معارك في منطقة الجبل الأحمر بجبل الأكرات في ريف اللاذقية الشمالي وسط قصف متبادل بين طرفين ترافق مع ضربات نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق الاشتباك ومناطق أخرى في جبلي الأكرات تركمان، في حين استهدف الثوار آلية محملة بالذخائر لكتائب الأسد في منطقة الجبل الأحمر بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لتدميرها ومقتل عدد من جبهة النظام. كذلك تعرضت مناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي لمزيد من القصف من قبل كتائب الأسد، ولم ترد أنباء عن إصابات. وقرب الحدود مع تركيا، سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح جراء سلسلة غارات نفذتها المقاتلات الروسية على مدينة سرمدة في ريف إدلب الشمالي، حيث بث ناشطون اللحظات الأولى التي أعقبت استهداف الطيران الروسي مرأة بسيارات الإغاثة القريب من معبر باب الهوى الحدودي، مما تسبب باحتراق عدد كبير من الشاحنات التي كانت تنقل المواد الإغاثية للداخل السوري. وفي ريف حماة، استهدف شبيحة النظام بلدة القاهرة في سهل الغاب بالصواريخ العنقودية. من جانب آخر، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية في ساعة متأخرة من مساء أمس استهدفت معاقل لعناصر حزب الله في منطقة فليطة في القلمون بريف دمشق. إلى ذلك، أفرت مصادر كردية عن وصول نحو 50 عسكريا أمريكيا بينهم ضباط إلى مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي عبر تركيا بهدف تدريب قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة داعش الإرهابي. تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ببذل كل ما بوسعه لتدبير تنظيم داعش الذي نفذ اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس. وأشاد هولاند بقيم الجمهورية وروح التضامن التي تجمع الفرنسيين على اختلاف أفكارهم وتنوعهم العقائدي والعرقي.
وفي كلمة ألقاها تكريما لضحايا اعتداءات باريس بحضور وزراء حكومته وفي مقدمتهم رئيس الحكومة مانويل فالس وعائلات الضحايا، ندد هولاند بزمرة من القتلة يتحركون باسم قضية مجنونة. وقبل أن يلقي الرئيس الفرنسي كلمته قرئت أسماء جميع الضحايا. أصيب جندي إسرائيلي من قوات ما يسمى حرس الحدود بجروح متوسطة بعد تعرضه لطعن في الرأس بمدينة نهاريا مساء أمس. كذلك استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بزعم دهسهم بعناصر الاحتلال شمال الخليل والقدس، في حين أصيب شاب فلسطيني في عملية طعن من قبل مستوطن قرب بيت لحم. قتل 3 أشخاص بينهم شرطي وأصيب 9 آخرون برصاص مسلح أطلق النار داخل عيادة لتنظيم الأسرة في كولورادو غرب الولايات المتحدة. وأعلنت السلطات الأمريكية أنها اعتقلت المسلح الذي تحصن لساعات داخل العيادة بعدما استمر إطلاق النار بينها وبينه لساعات، ورفضت الشرطة الكشف عن هوية مطلق النار وأشارت إلى أنها تتحقق حاليا مما إذا كان زرع متفجرات في المبنى وما إذا كان المركز الصحي هو المستهدف بهذا الهجوم. بعد الفاصل تتابعون. انطلاق معرض بيروت للكتاب في دورته 59. أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس فؤاد السنيورة على أهمية إعادة الاعتبار للدولة معتبرا خلال افتتاح قطاع الشباب في تيار المستقبل مؤتمره المركزي تحت عنوان مشاركة الشباب مدخل للتغيير أن الأمور لن تستقيم بوجود الدولة والدويلة. من جهتها أكدت النائب بهية الحريري على ضرورة الحفاظ على إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري. تحت عنوان مشاركة الشباب مدخل للتغيير افتتح قطاع الشباب في تيار المستقبل مؤتمره المركزي حول السياسات الشبابية في لبنان بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش نومان من أجل الحرية، وذلك برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري التي اعتبرت أن المطلوب اليوم هو الحفاظ على الإنجازات التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل بناء لبنان المستقبل. وها هو العالم الآن يسأل أين رفيق الحريري لإخراج دول النزاعات الشقيقة ولإنقاذها مما ابتليت فيه، مع الأسف الشديد كما ابتلي لبنان. إن مهمتكم الآن الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي أسست للسلم الأهلي وإعادة الإعمار والانضواء تحت لواء الدولة اللبنانية دون سواها، لأن الخروج عليها ومنها سيؤدي إلى كوارث عرفناها لعقود طويلة. أعمال المؤتمر استؤنفت بجلسة حوارية بين الشباب والرئيس فؤاد السنيورة الذي عرض للقضايا التي يرتكز عليها تيار المستقبل في موضوع الشباب، من تخفيض سن الاقتراع إلى تعزيز الحريات وحمايتها ومبدأ البطاقة الشبابية في مجلس النواب. نحن مع التأكيد على قيم السيادة والاستقلال واحترام اتفاق الطائف واحترام الدستور. نحن أيضا مع الاعتدال، نحن أيضا مع العروبة المستنيرة وضد التطرف ودعوات التشنج والعصبية الطائفية والمذهبية. نحن مع إعلان بعبدة، نحن مع كرامة الإنسان. السنيورة أكد أن إعادة الاعتبار للدولة يقتضي تشجيع انتخاب رئيس للبلاد، قائلا أن تيار المستقبل مع إجراء انتخابات بلدية إذا كان هناك صعوبة بإجراء انتخابات نيابية والتي عليها إشكالات سياسية كبرى ومعايير وظروف مختلفة. أنا بعتقد من أول الأمور التي علينا أن نركز عليها في تفكيرنا هو إعادة الاعتبار للدولة. ما عادت تضبط الأمور بدون وجود دولة أو بوجود ثنائية للدولة وللدولة. طبيعي هذا بيقتضي أنه نحن نشجع على انتخاب الرئيس، لأنه طالما هذا الرئيس مش موجود الأمور مروكبة. وكان المؤتمر قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت تحية لروح الرئيس الشهيد وشهداء الوطن، وبكلمة ترحيبية لمنسق قطاع الشباب في تيار المستقبل في لبنان وسام شبلي عرض فيها لأهداف المؤتمر.
أوضح قائد الجيش اللبناني العماد جون قهواجي أن الهبة السعودية لتسليح الجيش بقيمة 3 مليارات دولار ما زالت في طور التنفيذ وأن إجراءاتها تحتاج إلى وقت. وقال قهواجي في اتصال مع رويترز: لازلنا نعمل على الهبة ولم تنتهي بعد، أتممنا كل الأوراق المطلوبة والصفقة ليست حبرا على ورق كما تداولت وسائل الإعلام، مجددا تقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها للجيش اللبناني. إلى ذلك، أوقفت مديرية المخابرات الإرهابي الخطير السوري علي أحمد لئيس الملقب بأبو عائشة لانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وذلك أثناء محاولته مغادرة لبنان مستخدما جواز سفر مزور. وقالت قيادة الجيش في بيان أصدرته أن التحقيقات مع الموقوف بينت أنه بايع جبهة النصرة وتدرب على تصنيع العبوات الناسفة وأتقن تحضيرها واستعمل عددا منها، وتربطه علاقة وثيقة بالمدعو أبو مالك التلي، وقد أقام مع مجموعة الأخير في جرود عرسال. كما اعترف الموقوف بأنه أقدم على قتل الجندي الشهيد محمد حمية الذي خطف إثر معركة عرسال عام 2014. وقد أدلى الموقوف بمعلومات حول عدد من الأشخاص المتورطين في ملف العسكريين المخطوفين، وتستمر التحقيقات معه لكشف معلومات أخرى. بيروت حاضنة الكتاب العربي تفتح أبواب معرضها الدولي في دورته 59 لعشاق الفكر والثقافة. بيروت التي تتحدى الإرهاب وجها لوجه بالفن والثقافة أطلقت معرضها الدولي للكتاب في دورته 59 في البيال. المعرض الذي يصفه القائمون عليه بعميد المعارض العربية افتتح برعاية رئيس الحكومة تمام سلام وبحضور الرئيس فؤاد السنيورة وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية بمشاركة 170 دار نشر لبنانية و70 دار نشر عربية وجامعات لبنانية. كذلك يتضمن برنامج نشاطات المعرض مجموعة متنوعة من المحاضرات والندوات في حقول الفكر والثقافة، بالإضافة إلى معرض موسع للفن التشكيلي تشترك فيه مجموعة من الفنانين والفنانات. المعرض سيستمر حتى 10 من كانون الأول. والآن تذكير بالعناوين: إطلاق العسكريين المخطوفين لدى النصرة خلال ساعات مقابل الإفراج عن عدد من سجناء رومية. إننا نعلن تأييدنا لأي تقارب أو انفتاح بين القوى السياسية. حركة اتصالات ومشاورات تبحث التسوية الرئاسية الشاملة ومواقف مؤيدة وداعمة للخطوات. التوتر التركي الروسي يتصاعد وموسكو تنشر المزيد من القطع العسكرية قبالة اللاذقية. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.